غالبة تحط في طوب على القطر. اه. وينهم يا؟ ما. تعال. تعال وريهم. ياد في قطر جاي امسك الحجارة دي، كل واحد حجر اول ما اجي انحقق عليها، اول ما اجي ذلك نستناه، اول ما اجي نستناه. ياد كم مرة اقول لك ياد ما ياد ما تحدفش ياد على القطر ياد في الحجارة يا. بتلعب يعني. اه بتلعب. هو القطر لعبة يا. ياد ياما ناس اتصابت فيه وناس اتأذت وناس ماتت. مش حرام عليك؟ جيب لي الكلام بنلعب. وغير كده حد يشوفك يا دي يدينا غرامة. خلاص عم اطلع بنلعب. اطلع تعال. خلاص يا ياد كذا مرة اتنبه عليكم ياد. ها اقول لك ما حدش يحدف ياد على القطر في الحجارة. يا ما ناس الصابت تلقى قالك عزيت لك كام واحد انت؟ خلاص عم عبد ناصر والله خلاص. والشباك ديت بتاع القطر ده القزاز بتاعه غالي. ليه بتكسر؟ ليه؟ انا هعبسك في الاوضه هناك لغايه لما اجي ابوك يستلمك. والله خلاص عشان تتعلموا الادب. خلاص والله يا عم ناصر خلاص. خش خش هنا خش. اقعد هنا لغايه لما اجي ابوك. يا عين يا ناس. يا عين اللي اتقلعت يا ناس. اروح ازور خالتي اجي بعين واحده؟ ما قليل البخت يعض الكلب في الطياره يا ناس. منقوا علي قالوا لي جايب شنطه نايكي يا خيي. يا خيي ما الغلب كتر على الفقر يا خيي. هو المكان ده ولا عيني يا خيي؟ عيني اتقلعت يا خيي قلعوا لي عيني. مين ده؟ حج عبد الحميد. حج عبد الحميد مين ده؟ الواد الطوي يا حج عبد الحميد انت؟ ما شفتش الحج عبد الناصر؟ لي سلامة عينيك يا ولد ضوي. اه لي سلامة عينيك. مالك؟ انا عبد الناصر ياد. امال يا امال يا تخين انت عبد الناصر؟ ايوه يا امال يا تخين. وه تخين؟ اه ايه اللي شلفتك الشرفيطة السوداء دي؟ يا انت عبد الناصر على كه؟ ايوه انت مش قلت مسافر؟ يبقى عيني باظة ابعاد يا اخي. ها انت مش قلت مسافر؟ ايه اللي حصل؟ يا اخي مش خالتي كانت عيانة في جنة؟ ايوه رحت ازورها قبل القطر ما يخش المحطة؟ اه العيال قصاد بيتك يا عم عبد الناصر خدوا القطر في الحجاره القزاز طرشك في وشي ودوني المستشفى نزلوني في المستشفى بتاعت العيون قالوا لي علاجك في الصين قال قرنيه في الصين هيركبوها لك هيركبوا لي عين صيني يا عم عبد الناصر يا ساتر يا رب عين صيني اخر زمان يا عم عبد الناصر العيال كانوا بيحطوا طوبه على القطر قصاد بيتك يا عم عبد الناصر هنا قصاد بيتي يا انت جاي تجيب لي نصيبه يا ولا ايه وفيهم عيل كده شبه ولد اخوك يا عم عبد الناصر شفتهم القزازة انت شفتوه؟ ايوه اذا كنت لسه شايفني ذلك الحج عبد الحميد شفت حالنا انا الواد قبل عيني وديني الدكتور يا عم عبد الناصر خلاص يا ولد استحمد ودوني للدكتور يا عم عبد الناصر يا ولد استحمد الله يا ولد خلاص يا دول اللي جات على كيه قال لي تدف عيني اتقلعت يا عم عبد الناصر انا بس اقعد اقعد خد نفسك اقعد خد نفسك يا دول يا ولد عيني يا عم عبد الناصر انا قلت لك ما تسافرش السفريه دي تفضلك يا قالوا لي البلد الفقريه قالوا لي جبت شنطه جديده يا ضوي الفقر كتر على الفقر يا خيي ده كلام برضه يا ضوي يا ابوي برضه استحمد الله اللي جات على كده معاك يا ولدي وما انت ايه عايز تاني عيني اتقلعت وفي 17 غرزه في راسي ده كلام برضه وين قلت الادب بتاعت العيال دي حسبي الله ونعم الوكيل يا عم عبد الناصر في اللي يعرف ولده بيحد في حجارة على القطر يا عم عبد الناصر انا خمسة يا عم عبد الناصر نزلوهم في المستشفى في حالة خطرة ايوه اتصابه وزي كبر ده انا قال اصابة عيني طارت بس يا عم عبد الناصر مش بقول لك استحمد الله عالجني يا عم عبد الناصر وديني يا عم عبد الناصر روح وين واجي من وين خلاص بس ارتاح ضلك ارتاح وشوي حبقى بالليل ابقى وديك وديني يا عم عبد الناصر قالوا لي علاجك في الصين يا عم عبد الناصر حبقى وديك حوديك يا ولدي ليه يا اخي فين التعليم يا اخي ليه ما يعملوش يا اخي حصه يسموها حصه السلوكيات في الحضانه وفي الابتدائي يعلموا العيال طالما الابهات والامهات ماتت وما لهمش كلمه في البيوت ولا عارفين يربوا العيال دي اللي قاعده على شريط السكه الحديد يا اخي ليه القطر يا اخي حدفوه بالحجاره يا اخي ليه يا اخي حرام ولا حلال ده بيحصل فين يا اخي ليه ما عندنا الثقافه يا عم عبد الناصر قله ادب خمسه يا اخي رايحين مسافرين يا اخي اللي مسافر عيان واللي معاه ولده يا اخي ينزلوهم في المستشفى كلهم وشوشهم باظت ايوه يا ما ناس اتصابت كثير يا فين العمد ومشايخ البلاد يا اخي ليه ما يجمعوش الناس دي ويعملوا مؤتمرات فين يا اخي فين يا اخي الخطيب بتاع الجمعه فين الائمه يا اخي الائمه بتاع اللي بتخطب يوم الجمعه ليه ما يخلوش مواضيعهم تبقى هادفه على الموضوع ده يا اخي يوعوا يا اخي الناس والشباب يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل يا اخي معليش يا ولد الحمد لله اللي جاي معاك على كيف تعال وصلني يا عم عبد الناصر ما اعرفش الشرقه من غربها يا عم عبد الناصر كمان ما اعرفش الطريق فيه تعال يا عم عبد الناصر تعال وي 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 يا ضوي كده اه الحمد لله اللي جاي معاك سلامات يا ولدي تعال
تعال تعال رايح وين انت؟ تعال تقعد تخبط في الطريق ولا يا؟ تعال وصلني يا تعال 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 لا 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 ما طريقك منا يا ولدي. تعال يا سلامتك يا ضوي. خلاص الضوي راح يا عم عبد ناصر، نهايتي جات على حجر، حسبي الله ونعم الوكيل يا عم عبد ناصر. شوية حسبي الله ونعم الوكيل. حوديك للدكتور شوية بالليل يا عيني.